استفاقت ساكنة مدينة الجديدة هذا الصباح على خبر نشر بجرائد إلكترونية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي يفيد بأن حي القلعة اهتز ليلة يوم أمس السبت على وقع جريمة بشعة جراء إقدام شخص على قتل الشاب في مقتبل العمر بطريقة تفوق في بشاعتها جرائم القتل في أفلام الرعب، حيث أقدم الجاني على الإجهاز عليه بذبحه من الوريد إلى الوريد. الخبر الزائف الذي أثار الرعب في الساكنة الجديدية دفع بالمئات من المواطنين من خلال تعليقاتهم بصفحات هذه الجرائد للتنديد بالجريمة البشعة ومطالبات الأجهزة الأمنية ببذل مزيد من الجهود لتوفير الأمن لساكنة المدينة، وأنها أصبحت تعد واحدة من المدن المغربية التي ينتشر فيها الإجرام. الجريمة المذكورة لم تخلف أي قتيل بحي القلعة الجديدة، حيث انتقلت المصالح الأمنية بمختلف تلويناتها بمجرد علمها بالخبر إلى عين المكان، حيث تأكد بأن خلافا بسيطا قد نشب بين 3 أشخاص أصيب أحدهم بجروح متفاوتة الخطورة تم نقله على إثرها إلى مستشفى لتلقي العلاج. وأكد المصدر ذاته فتح المصالح الأمنية للتحقيق في الموضوع بعد جمع مجموعة من الأدلة والمعطيات التي مكنت من التعرف على هوية المتورطين قبل الإطاحة بهم، في حين تم نقل الضحية التي كتب بأنه توفي فور وصوله للمستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة، وهذه مجرد مغالطات حيث قدمت له الإسعافات الضرورية حسب ذات المصادر وأن حالته لا تدعو للقلق.